في حياتنا ونسينا نفسينا وضلينا الطريق. شبابنا اللي عجز ملايين نعجز على حد صديق. أغرب أنا دي سند كل سن وقفلت مخارجها وبرضو ما كنتش خايف برضو ما كنتش خايف. سهلة بطولة خدها بطولي واطلع مش متصاب أزميلي مالك. بيقولوا إني بارد بيقولوا إنك تنك 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 بيبي خليني هنا بين الناس بيبي حبيبي انا موت من الناس بيبي سيبيني هنا بين الناس هتفضل حبيبي. حكومين إلا أنه عكف على مواصلة البحث والدراسة فسافر في طلب العلم فذهب إلى بغداد والشام ومصر وتنقل بين أرجاء الدولة الإسلامية. 45 جنيه التيشيرتات سن سنتين وثلاث سنين وخمس سنين المجموعة دي كلها من أول سن سنة وسنتين وثلاثة لحد سن 8 سنين وتسع سنين. كلمتين متلازمتين إذا قلت الأولى تذكر الثانية الإسراء والمعراج الليل والنهار الشمس والقمر البرق والرعد السماء والأرض كر وفر. طبعاً الذكرى السنوية بتاعتهم لافتتاحات الفروع في شهر 7 عاملين ديسكاونت 15% طول شهر 7. طب بالنسبة للناس اللي حاملي كارت القناة اللي هم هيشتروا الكارت مننا هكون معاكم النهاردة في أول انترفيو وأول انترفيو ليا أعمله يعني على قناة فيها حاجة حلوة. يا ريت كل يخش يعمل سبسكرايب وشير ليها بجد القناة دي محتاجة الدعم وقناة حلوة من المفضلات عندي وأحب أشكر القايمة عليها فشكرا ليكي على الانترفيو ده. قدامي شوية أسئلة مسألة لي فهجاوب عليها وكده تمام. الاسم كريم رشاد ده الاسم اللي هو مضمون يعني كريم رشاد كان اسم الحقيقي كريم محمد رشاد. اسم الشهرة كنعان او هاشتاج كمار هتقول ايه كنعان هقول لك دول قبيلة كنعانيون قبيلة بنت القدس زمان حلو دي كانت اقوى قبيلة في العالم. هاشتاج كمار اللي هو كي ام ار كريم محمد رشاد. السن هتندهشوا قوي من حوار السن بتاعي بس اللي هو سني اصلا 18. بدرس ايه وفي سنه كام؟ بدرس نظم معلومات سنه اولى. معاك كاميرا؟ معايا كاميرا على قد كده 2000 دي حلوه يعني حلوه ليه بالنسبه لنا. ايه هي برامج المونتاج؟ برامج المونتاج بشتغل على كذا حاجه. زمان كنت بشتغل على التليفون حاليا بقيت بشتغل مثلا ممكن ساعات ممكن اشتغل على ادوبي بريمير افتر افكت الحاجات دي انا بحبها جدا وليك تعامل وسهله معاك وكل حاجه جميله فاهم. فالحاجه الدنيا دي لذيذه قوي المونتاج ده. عندك مكان حد ممكن يصور فيه؟ عندي بس اللي هو ايه بقى تيجي زي شقه كده مكتب كده جميل تيجي تصور وبتاع ودي لذيذه يعني. ممكن تنزل صور حد في الشارع؟ بنزل اصور ساعات. انا اصلا بنزل اصور فيديوهات كليب لناس في راب تمام. بنزل اصورهم وبتاع وانا اللي بمنتج وبتاع او ساعات هو مثلا يأجر كاميرا تمام وانا انزل اصور وده بيبقى مستحب عندي اكتر. في حد ممكن يصور في الشارع او في بيته بتليفون او كاميرا ويبعت لك تمنتج؟ عادي جدا ممكن هو بيصور عادي جدا تمام ويرفعه لي على ميديا فاير او جوجل درايف وانا بخش احمله وبتاع وبنزله وبعد امنتج ودنيا ونقعد نتكلم هو عايز ايه وعايز او هي عايزه ايه وكده فاهم. انا بشتغل مع جزئين سواء بنات او ولاد. تعرف تعمل كفر كفرات؟ كفر اللي هو يعني اللي هو بتاع حاجه اليوتيوب وكده؟ لا صراحه لا ماليش خلق الصراحه. الديزاين ده بسيبه للناس تانية مفيش دعوه. بتحط مزيكا في الفيديو؟ بحط مزيكا في الفيديو كتير.
حط مزيكا، بس بحط اهم حاجه في المزيكا، في نوع المزيكا اللي بتحطها ما يكونش عليها كوبي رايت. اللي عليها كوبي رايت اللي هينزل الفيديو ده على اليوتيوب مش هيعرف ياخد منه ارباح حلوه، فاهم؟ الارباح دي لازم تيجي حاجه غير كوبي رايت خالص. بدات ازاي؟ الله، حلو قوي السؤال ده. بدات ازاي؟ في مره كنت قاعد، جالي واحد صاحبي، انا اصلا قبل كده كنت بعمل اللي هو شويه، عارف انت لما تيجي تمثل اغنيه، انا الاغنيه كانت بتتغنى مثلا ايه، معايا فلوس بطيرها، امسك فلوس اطيرها، بقطع ايدي امسك ايدي اقطعها، فاهم اللي هي كده. مره كنت قاعد وبتاع، فايه واحد صاحبي اسمه محمد، شهرته الليمبي، قال لي تاخد تعمل لي فيديو، تعرف تعمل لي فيديو؟ كان اول فيديو عملته في حياتي، كان اسمه احداث. انا عملت الفيديو ده ازاي؟ عملته كتاب برامج فيفا فيديو وان شوت، واللي هو بتاع سكرين شوت، سكرين ريكورد، اللي هو بيسجل الشاشه ده. وقعدت بقى اصور واجيب من افلام هنا واجيب حاجات من هنا واجيب كل حاجه من هنا. انا هسيب لكم اللينكات بتاع الصفحه بتاعتي تحت في الديسكريبشن، عشان عاوز تخش تفرج على الحاجات دي تشوفوا كنت بادئ ازاي وبقيت ازاي. حلو، عجبه جدا وبتاعه، ورفعناه على اليوتيوب. ده كان اول فيديو. تاني فيديو عملته كان عباره عن كان اسمه سرنا نتقابل، كان تاني فيديو عمله، عجب الناس جدا وبتاع، فعجب الناس جدا قوي وبتاع. وبعديها بقى ابتديت اشتغل، اجيب فيديو، في ناس تجي تقول لي اعمل لها فيديوهات. انا الفيديوهات زمان غير فيديوهاتي دلوقتي خالص. زمان كنت بعمل فيديوهات على القد، بس دلوقتي الحمد لله يعني دلوقتي بقيت اشتغل مع ناس، اشتغلت مع ناس معروفه، اشتغلت مع فروتو مغني راب هو، واشتغلت مع دانكس، واشتغلت مع ناس كتير انا بقدرها وكل شغلها محترم وانا بحبه جدا. وعايزين تخشوا تشوفوه، هبقى اسيب لكم اللينكات تحت، خشوا شوفوا براحتكم. كل دول فيك، انا فيك ليه دول فيك، صاحبي كل دول فيك يا صاحبي، كل دول فيك يا صاحبي، كل دول فيك يا صاحبي. يوم عدى طفي شمع كدبة سودة ونجمة لمعة، سجارة تعدي تاخد لف تاي جوايا الدنيا زحمة. يوم عدى طفي شمع كنت حاسس، كنت عارف، كنت شايف، كنت قاري، كل حاجة كانت حلوة كانت تيجي مرة واحدة. ممكن تبقى طبيعي العصابة تحضوري يا ابن انا البابا، زنقك انا في الخرابة، واللي مالك اللي صابك. بلبع في كيمياء، بلبع في قراص، صاحب التهامي دقائق الناس، ليه الحاجو دي بيشوفني بيتغاز. بقى سمعته مش بزعل على حد، قتلته فاجر ما عنديش دم، يقول لي في تقول ان شاء الله ما عنديش دم، بس كتبت تتحدث مكانك اني ما عنديش فم، حنجرتي مولا غمل ثاني كوس ما عنديش هم. اداك اوفر فاشاش. ممكن تعمل برامج تعلم فيها ازاي الناس تمنتج؟ ممكن انا الفكره دي دايره في دماغي، ممكن خلال فتره تقولي فتحت قناه هعلمكم ازاي تمنتجوا من اول التليفون لحد ما توصل لللاب. نقدر نتواصل معاك ازاي؟ تواصلوا معايا ازاي؟ هسيب لكم النمره بتاعتي تحت في الديسكريبشن، واللينكات بتاعت الصفحات بتاعتي، سواء صفحه الراب او الصفحات اللي بنزل عليها المونتاج بتاع اليوتيوب. خشوا تكلموني، هسيب لكم صفحاتي الشخصيه بتاعتي. اشتغلت مع مين قبل كده معروف؟ بص، هو انا ما اشتغلتش مع حد معروف قبل كده، اللي هو بمعنى معروف جامد، بس اللي هو انا اتشهرت في مجال الفيديوهات جامد. تروحوا لمين؟ روح لكريم، مش بيعرف يعمل فيديوهات حلوه. انا احسن واحد يعتبر دلوقتي بيعمل في الراب سين فيديوهات، وبعمل برضو فيديوهات لناس على اليوتيوب. انا بمنتج ناس على اليوتيوب كتير، بنتجهم فيديوهات وحاجات وشغلي بيعجبهم. تمام، اشتغلت مع مين قبل كده معروف؟ انا كل اللي اشتغلت معاهم ما اقدرش اقول عليهم مش معروفين. تمام، كل اللي اشتغلت معاهم دول احسن ناس بجد. طول ما الشغل عاجبك، طول ما الدنيا ماشيه تمام. بس ايه علاقتك بالراب؟ علاقتي بالراب، انا ما عملتش اغنيه غير اغنيتين، اغنيه كان اسمها فكله واغنيه اسمها يلا ندوس.
دول اغنيتين اللي انا عملتهم بس برجع عيني حمرا قلم اربع اما فاكن 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 هاي جوا مني الناس بتملعن امهر واحد جوا الملعب حركك سهله مفيش منعن عدي كل اللي تبعن راب هو اللي جمعن شكرا كل اللي سمعن الراب انا اعرف ناس بتراب كتير بس كلهم صحابي واخواتي وبحبهم جدا اليوم بحبهم جدا بحب انزل بقعد معاهم وكل حاجه ده علاقتي بالراب وبغني وبتاع ولسه استنوا اغاني هنزلها كتير قريب يعني زمان كنت شغال ازاي حلو زمان كنت شغال على التليفون انا كل فيديوهاتي اللي هتشوفوها عندكم دي كانت معموله بالتليفون زمان حاليا بقيت اطور شويه من نفسي بشتغل على اللاب تمام كنت شغال على التليفون برامج وبتاع وكنت بعمل شويه فيديوهات كانش حد بالله بيعرف يعملها يعني الحمد لله يعني كنت بنزل اصور فيديوهات كليب كتير انت مشهور دلوقتي ولا لا دي حاجه انا ما اقدرش انا اكررها دي اللي قررها الناس اللي قدامي طول ما انت اسمك بيتردد في الودان او بيتردد على اللسان وانت كده مشهور والشهرة اصلا حلوه في حاجات وحشه في حاجات انا مش نفسي ابقى مشهور بمعنى مشهور ناس تمشي تصور معايا وبتاع لا انا بس اتعرف بس جوه المجال مجال المونتاج لان هو مجال كويس في حد ساعدك حد ساعدني هو محدش ساعدني قوي بس اللي هو انا اول مره خالص ما كنت ما اعرفش اي حاجه في الحاجات دي كان لي واحد يعني انا اشكره لحد دلوقتي اسمه محمد علاء هو اللي ساعدني في الاول خالص قال لي ازاي اعمل كده وكده لحد دلوقتي ما انا غلبته بقى وكان بيساعدني وكان ساعات بيطلع لي اللاب بتاعه وكان بيقول لي اعمل الحركه ازاي وبتاع كان بيعلمني كانش بيعلمني قوي بس اللي هو ساعدني جامد يعني احب اشكره ولا وليا اصحابي بقى تانيين بقى كتير اللي بوري لهم فيديوهاتي اقول لهم ايه رايكم في دي ولا رايكم في دي يقول لي حلوه طب انزل ولا غير دي فيعجبهم قوي بتعمل اي فيديو بكام بص بقى دي تجيلي فيها برايفت بقى نقعد نتكلم فيها احب اشكر جدا القناه دي على الانترفيو الجميل ده وانا بشكرهم جدا وان شاء الله هتقابلوني بنزل لكم حاجات تانية كتير